الليلة بحكي لكم حكاية. جاهزين؟ أبطالها صناع محتوى اسمهم صار ترند في الديرة. خلوني أعرفكم عليهم واحد واحد. عجول، عاجل، تسمعني؟ عدنان وهربان السفينة والقائد الأعلى، كلمته مثل السيف. عدنان يحب التصوير والإلكترونيات والجيمز، باللعب غشاش درجة أولى، ومثل ما يقولون مزوقلتي. أبي 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 خوية الفكرة والله. بشاير إيه الأم وما أدراك ما الأم. بالطبخ تلقاها وبالأناقة والجمال تلقاها. بشاير شايلة هموم الدنيا كلها فوق راسها، وهي الورقة الرابحة تخدمهم وتشوف طلباتهم، توقف مع الكل بكل المناسبات، تنصحهم وحنونة وطيبة بعد. حنان هي البكر، عمرها 13 سنة. حنان مثل أي بنية تحب المكياج والأزياء، وعليها هبات غريبة إيه ورفيجاتها، تحب تمثل بعد. أما عادل عمره 9 سنين، يسمونه عادل الأسطورة لأن أسطورة زمانه، ويها بشوش دايم الدوم، ويحب الرياضة والبلايستيشن، مشاغب إيه نعم حبتين. أما سوبر بوبو هذا عاد الملح قبله، عمره 6 سنين، يشبه سوبرمان بفعاله، شجاع وقوي وما يخاف، وللفزعة مجدام، انت وحقت مالك إلا سوبر بوبو. وآخر أبطالي فروحة، جعدة البيت ودلوعته، وجودها معاهم تعطيهم نكهة وحلاوة. هذه إيه عائلة عدنان، عشنا معاهم تفاصيلهم الصغيرة. بصراحة ما نخاف ليتابعوكم عيالنا، ندري دايما في هدف ومحتوى. عائلة عدنان حياكم الله معانا الليلة، القلب لكم بيت ومكانكم دايم في عسيف. والله أنا وعيالي ودنا نشوف كواليس المسرح أول مرة.